تعالوا نشوف مع بعض شوية ستريتشز وتمارين هتزود معانا القوة في عضلات كور وعضلات اللور باك، وبالتالي هتقلل معانا من موضوع اللوردوسز او من انحناء اسفل الظهر. يلا بينا نشوف التمارين. اول تمرين هو تمرين البلانك، بركز ان جسمي يكون كله مشدود والهيب في نفس مستوى جسمي وكوعي يكون في نفس مستوى كتفي تقريبا. تاني تمرين وول سايد بلانك، اركز برضو ان جسمي يكون كله مشدود ووسطي مش نازل لتحت وكوعي في نفس زاويه كتفي. الجنب التاني نفس الكلام برضو، احاول اركز ان جسمي يكون مشدود ووسطي برضو مش نازل لتحت. تالت تمرين هحتاج فيه السويس بول، التمرين هيكون كويس جدا لعضلات اللور باك وعضلات الهامسترينج. رابع تمرين هو تمرين السوبرمان، بخلي ايدي اوسع من كتفي حاجة بسيطة وبرفع ايدي الاتنين مع رجليا في نفس الوقت. خامس تمرين هو الكرانشز، التمرين ده هيشغل الكور بشكل كويس جدا وهيعمل ستريتشز لعضلات اللور باك. اخر تمرين هسند ركبتي على الارض وهسند ايدي على الارض واحاول اخلي كوعي اليمين يلمس ركبتي الشمال وافرد ايدي وركبتي الاتنين مع بعض. شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلس. مدرستنا مستقبل يبدأ الآن.